السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا شباكيه بجنجلان. عندنا 6 كيلو ديال الدقيق، 80 غرام ديال الجنجلان محمر ومطحون، تقريبا كاس ديال العنبه، عندنا معلقه ديال النافع، معلقه ديال القرفه، شويه الملح وشويه الخميره ديال العجينه، نص خماره حمراء، نص كاس ديال الزيت ما عامرش، نص كاس زبده ما عامرش، ربع كاس ديال الخل، ونص كاس ديال ما زهر، وكنكملوا العجن بالماء. وبالنسبه للكاس اللي كنعبر به، كاس ديال العنبه. هنا من بعد ما غربلنا الدقيق ديالنا كنزيدوا النافع والقرفه والملح والخميره، كنزيدوا الجنجلان اللي حمرناه وطحناه، كنزيدوا الخماره، نصف خماره، وكنخلطوا هاد العناصر مزيان. حراقه، وكنزيدوا الزبده ديالنا اللي ذوبنا، كنزيدوا الزيت، وكنعاودو ندخلو هاد العناصر مزيان في الدقيق ديالنا. بحال هكا كنخلطو وكندخلو الدقيق، ما كتبقى حتى شي غبره ما دخلش فيها العناصر اللي درنا الاولين، الزبده والزيت وداكشي. وفي هذه المرحله كنبدا كنزيدو الخل، وكنبداو نزيدو في مزهر، وحنا كنجمع. هنا من بعد ما ضفنا كاع العناصر ديالنا كتكون العجينه بحال هكا. هنا في هذه المرحله كنبداو نزيدو الماء وحنا كندلكو حتى كتجمع لينا العجينه. الماء انا تقريبا درت كاس ديال العنبه ما عامرش، وغادي نقول لكم شحال درت. وهذا كيكون هو الشكل ديال لاباط ديالنا، كتكون قاصحه. وهذا هو القياس اللي درت ديال الماء، بقى ربع كاس، يعني تقريبا نصف كاس اللي زدت ديال الماء. ودابا غادي نخليو لاباط ديالنا ترتاح من بعد ما كندلكوها مزيان، كنقسموها بحال هكا على جوج، شكلوا منها كريات، ونخليوها ترتاح، نغطيوها بلاستيك غذائي وندوزو للتشباك. هنا من بعد ما كترتاح لينا لاباط ديالنا كنطلقوها وكنقطعو بحال هكا سميرات، كندوزو بطريقه الشباك اللي بحال هكا. كناخدو هاد السميطه كندورها على الصبع الاول، الصبع الثاني، الثالث، والرابع، كنلصقوها هنا، كنحيدوها من صبعنا، وكنجمعو هاد القناص. وكنحيدو هاد الزوائد اللي في الجنب، كنضغطو مزيان، وهكا كيكون الشكل ديال الشباكيه ديالنا. نعاود معكم وحده اخرى،
كناخدو السميطه الاولى كنديروها على الصباع الاول، الصباع الثاني، الثالث والرابع، وكنحيدوها، كنحاولوا نحيدو الزائد، وكنلصقوا هكا الجوانب وكنضغطوا عليهم مزيان، وكنحيدوا داكشي اللي زايد، وكنعاودوا نوركو. كتجي الشباكي ديالنا بحال هكا، وهكا كنكملوا، كتجي الشكل ديالها بحال هكا، وهكذا كنكملوا حتى كنساليو لاباط ديالنا كامله. دابا حنا كنبداو نقليو في الشباكيه ديالنا، ها نتوما كتجي زوينه التشبيكه وما كتحل ما والو، غير زيرو مزيان الجناب، ومن بعد كندوزو هاد العسل بحال هكا، وكنديرو هاد الصفه من العسل ديالها وكنحطوها، ومن بعد ملي تبرد نعاودو نسقيوها وندردرو عليها الجنجلان ان شاء الله. المهم انتما معايا وتشوفوا الشكل النهائي كيفاش. وهذه كتكون هي الشباكيه ديالنا بعد ما كنساليوها، ها انتما كتجي محمره وزوينه وشيشه، وبصحه والراحه. وما تنساوش تعاونوني بابوني وبارطاجيو لاشين وديروا جيم للفيديو.